المهم السلام عليكم. هذا واحد الوليد مصاب بأعراض ديال الكورونا، يعني هادو هما الأعراض اللي كيجيو الإنسان في كورونا: جفاف، ما كيكونش نيوفو، ما كيكونوش مسدودين، يعني ما كاينش فيهم، ما كتكونش كحبة، الكحبة اللي كتكون قليلة وكتكون ناشفة. فالمشكل أنه الإنسان كيولي عنده واحد توقف ديال التنفس، يعني الجهاز التنفسي كيتصاب وكيتوقف. شوف، يعني ما بقاش كيقدر يجر النفس، واحد الصعوبة اللي هي كبيرة. فهذا إذا استمر على هذه الوضعية هذه غادي يموت. هذا وليد صغير تقريبا العمر ديالو 3 سنوات بحال هكا. فهاد الفيديو هذا كنتمنى يتبارطاجا، وكنتمنى يعني الناس تشوف باش تعرف الوضع اشنو فيه. فما تضحكش على خوك اللي صدق غادي يخرج الزنقة وتقول ليه كورونا. الناس الدولة حطات التدابير الوقائية ديالها باش الناس ما توصلش لهاد الحالة. فأنت أخويا إلا شفتي باك اللي هو كبير فلاج واصل لهاد المرحلة هادي، وإلا شفتي ولدك الصغير واصل لهاد المرحلة هادي، وانتي يا أختي إلا شفتي ولدك الصغير واصل لهاد المرحلة هادي، وإلا شفتي حفيدك ولد بنتك ولا ولد ولدك واصل لهاد المرحلة هادي، ما غاديش تبغيها ليه. فما تستهتروش بالوضع وما تعتبروش انه ضحك وتفليه. الناس تبقى في ديورها ونتبعوا الاجراءات ديال الحمايه، والله يوحد علينا هذا البلاء هذا ان شاء الله. بارطاجي هذا الفيديو هذا باش الناس تعرف اشنو كاين وتشوفوا يعني الاعراض كيفاش دايره.